السلام عليكم، كي داير لاباس عليكم؟ بخير وعلى خير. مرحبا بكم، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التعليق ديالكم الزوينه في حالكم وعلى لي لايك ديالكم. شكرا لكم بزاف بزاف، وان شاء الله نقدم معكم اليوم عصير ديال الحامض، سهل يعني وبسيط جدا وسهل يعني في متناول الجميع، ومقادير بسيطه. ان شاء الله معايا هنا عندي جوج حامضات نكون غسلناهم مزيان، كنغسلهم بحال دابا الشتا مزيان ولا بحال دابا الشبكه باش كنغسلهم معا، نغسلهم مزيان باش مابقاش فيهم داك الشوائب ديال المهم. هنا عندي سنيده، والسنيده كتبقى على حسب الذوق. عندي هنا جوج ساشي ديال الفاني، وعندي ايترو ديال الماء، ومازال غندير ايترو وغندير جوج كيسان تاع الماء، ايترو وجوج كيسان. هاد الكميه كتخرج لنا تقريبا ايترو وربع ديال العصير، كيجي مذاقو زوين زوين بزاف. المهم كتخرجنا من ايترو وربع حتى لايترو ونص ديال العصير، كيجي مذاقو زوين زوين بزاف، وكنتمنى تجربوه. ان شاء الله نقطع الحامض. عندي هنا خصني الحامض نحيد ليه العظم ديالو، ناخذو بالجلفه ديالو ونحيد ليه العظم ديالو ونرجع معكم ان شاء الله. رجعت معكم بعد ما قطعت الحامض، ها هو حيدت ليه العظم ديالو، لان داك العظم ديال الحامض هو اللي كيعطي المروره للعصير. نحيدو ليه العظم، نحاولو نقيوه مزيان، نقوه في شي زلافه بحكده. نقيت فوق هاد الزلافه، يعني قطعتو بحكده فوق الزلافه باش داك العصير الهبط ما يضيعش ليا، يبقى هنايا عندي. هذا هو الشكل ديالو، قطعتو حيدت ليه العظم باش العظم ما يعطوناش المروره للعصير. غنديرو هنايا في الخلاط الكهربائي جوج حامضات مقطعين، وغندير معاهم غندير معاهم هنايا السكر الفانيلا. انا كندير كلشي في الاول باش المذاق كيتجانس مزيان باش كيعطي داك، وكندير معاهم السكر، درت السكر هنايا تقريبا هنايا كاس عامر ديال العنبه ديال السكر، هنا كاس عامر ديال العنبه ديال السكر. وغندير معاهم هنايا شويه ديال الماء، نص المهم ربع تاع القرعه، وغنخليهم شويه بما داب لي السكر، ونرجع معكم ان شاء الله باش نطحنوه. انا رجعت معكم هنا، هاد العمليه كنديرها باش داك السكر ما يبقاش ليا بحال داك، ما يبقاش ليا في العصير، لانه العصير غنصفي ما باش داك السكر يبقى ليا في الشوكه اللي غنصفي بها. درت هنايا قلت درت لكم هنا جوج حامضات مقطعين حيت لهم العظم، ودرت كاس عامر ديال السنيده، ودرت جوج ديال السكر فاني. او الا ما كانش متوفر السكر فاني تقدروا ديروا نكهه الفانيلا او الفانيلا باودر باش تعطي نكهه زوينه، كتواتي بزاف مع الحامض. ودابا غنطحنوا ونرجع معكم. هنا بعد ما طحنتو كنطحنوا بداك الكميه قليله ديال الماء باش يطحن لينا الحامض مزيان، اللي دابا غنزيدوا عليه داك الماء اللي تبقى لينا هنايا، نعاود نطحنوا مزيان. نطحنو مزيان ورجع معكم باش ما يتسناش الصداع ديال الخلاط الكهربائي. هنا بعد ما طحن لي العصير درت هنايا هاد الفانيو، هذا حش فيه هاد بحكده هاد الفم هذا باش كيتخوى لي العصير بكل سهوله في الكاس ديال كي غندير فيه العصير. غنخدم فيه العصير، هنا غنصفيه مزيان، ندير واحد المعلقه بحكدا باش ينزل داك العصير الزائد اللي كيبقى معايا. هاد لي شوت هذا اللي بقاو عندي هنايا ديال الحامض، هادو اللي غنزيدهم جوج كيسان عامرين ديال الماء، يعني تقريبا نصف لتر ديال الماء، جوج كيسان عامرين ديال الماء، نصف لتر تقريبا او ربع لتر، المهم نصف لتر ما كاملش. هاد الجوج حامض راه كيعطونا تبارك الله كميه مهمه ديال العصير. غنرجع غنديرو عندي هنا في الكاس، وغنزيد عليه الماء اللي كتبت لكم هنا،
انا درت الماء من عادي من الروبيني. وكتقدروا ديروا اللي كنتو تقدموا ديك الساعات، ديروا الماء بارد باش يكون منعش. هنا درت هنا هو تقريبا هنايا جوج كيسان ديال الماء، يعني تقريبا كملنا لتر ونص ديال العصير. غنطحن بها هاد لي شوت اللي بقاو ليا هنايا وغنرجع نصفيهم. من بعد ما طحنت داك لي شوت اللي بقى ليا ديال 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 السيترون، دابا غنرجع نصفي. غتشوفوا هنايا بلا لي شوت مبقاش عندي بزاف ديال لي سيترون. يعني داك الحامض استفدنا منه ما امكن مزيان. صافي هذا الشيء اللي بقى لي هنا صافي. شو هما استفدنا من عصير الحامض مزيان، يعني ما بقاش فيه داك الماء ديالو، صافي حيدنا كله. ودابا ان شاء الله نديرو في الكيسان ونقدمو معكم ان شاء الله. وهذا هو الشكل ديال العصير ديالي، هو خرج ليا ايطر ونص. انا بعد قدمته بهذا الشكل هنايا، درت الكيسان درت هنايا قدمته بهذا الشكل، درت سنيده درت ليها نكهه ديال الحمض ديال خلطنا ودوزت اللون حضر الدائره ديال الكاس باش عطاتها الديكور هذا. تحضر طماطم ديالكم الشكل ديال كيجي بزاف زوين بزاف بزاف، كنتمنى تجربوه واقتصادي وما كياخذش يعني ما فيهش بزاف ديال لايك. ندير مكونات جوج حامضات فقط، غدير لك اطر ونص ديال ديال التسجيل ديال عصير حامض زيت القدام. وفي عوض انك نبدا تاخذ الموناضة، يعني احسن حاجة انك تصايب عصير ما تعرفش كي داير فيه وكيبقى اقتصادي وزوين بزاف وبنين. المذاق ديال الفانيلا كيجي غزال بزاف، كنتمنى تجربوه. ولا عجبكم نتمنى ديروا لي لايك وتخلوا لي تعليق ويضغط على الجرس. واللي ما اشترك معايا ان شاء الله يشترك معايا. كل جميل نقول لكم مرحبا بكم عندي والف مرحبا. وشكرا لكم بزاف بزاف على التعليقات ديالكم وعلى لي لايك تاعي. شكرا لكم، خليكم على خير. السلام عليكم.